وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ يبدأ وقت صلاة الضحى من ثلث ساعة بعد الإشراق في التقويم، وينتهي قبل ثلث ساعة من وقت أذان الظهر اللي في التقويم. طيب، وإن أردت أن أصلي 4 ركعات فلتكون متصلة أو منفصلة؟ الأولى ركعتين 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 ركعتين، لكن إذا صليت 4 ركعات متصلة جميعا بتشهد واحد في آخر ركعة فلا حرج. وهل لصلاة الضحى سور معينة تقرأ فيها؟ لا، ما في لصلاة الضحى سور معينة. اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر من القرآن. وأقل الضحى ركعتان، وأعلاه لا حد له، ممكن إن شاء الله تصلي الضحى 20 ركعة ما في حرج. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.